والله شركة ايبك جيمز يا شباب ترجع لك بكل رجعة أحلى من التاني. يعني الصراحة بهذا السيزون كانوا عم يتساخفوا وينزلوا لك قدرات وايرون مان واوفر باور والقصص هي، راحوا عملوا لك بطولة لسكين دير ديفل البطل الخارق وعملوا لك اياها مجاني للناس. وهلا بقى بعد الزومبي ما زومبي والناس سحبت على اللعبة، راحت عملت ايبك جيمز وفورتنايت شغلة جديدة باسم الفي بوكس المجاني، رح يكون ضد فريقين. الفريق الأول رح يكون شارك فيه سبوكي والناس اليوتيوبر المشهورين اللي ظاهرين أمامكم، والفريق الثاني رح يكون فيه اوسمز وفيرفر وأبو عابد باي فور هيك اسمه. فهذا هو الموضوع يا شباب رح يكون معنا اليوم، ان شاء الله رح يكون معنا في بوكس مجاني لحل ما كيف تسجل بهي البطوله، واليوم ان شاء الله رح تكون اول يوم بتاريخ 28. فاذا انت اول مره تشاهد فيديو على القناه يا ريت تشترك، تفعل زر الجرس، تحط لايك، تكتب كومنت حلو برايك لانه رايك مهمني جدا، وبدي اياك تشارك هذا المقطع مع كل اصحابك، قول لهم اكتبوا بالسيرش نيمو 3 او اللي ظاهر امامك ويفوتوا على اخر مقطع على ننزله مشان يعرفوا كيف يساووا بهي البطوله، ولو انت طبعا بتحب لهم الخير وبتحب لهم في بوكس المجاني. واللايك يا شباب بيدعمني جدا لحتى يوصل الفيديو لكل الناس الغريبه اللي مو مشتركه بالقناه لحتى تكبر القناه ونوصل ل 20,000 قبل نهايه السنه. فكود دعم بالاتم شوب نيومو 9 ويلا مع بعض. فلا والله بسكان الطابه الارضيه وفيديو جديد. بالنسبه لهي البطوله الجديده او الفعاليه الجديده ما بتعرف هي بتسمى بطوله ولا فعاليه ما بعرف، ولكن هي رح اشرح لك هلا باختصار شو هي وارى لك القواعد وفت لك كيف تسجل بالبطوله. طبعا بالنسبة للقواعد هي رح تكون باسم فورتنايت مارفل تيم باتلز، يعني رح تكون معارك الفرق بين مارفل وبين فورتنايت. طبعا مثل ما مكتوب على موقع ايبك جيمز رح يكون عندنا كل من فيرفول وثري جيمنج واوسمز وسباي فروغ رح يكونوا فريق فورتنايت، ورح يكون معنا حمان وحمود والمالود وسبوكي التمثيل فريق مارفل. طبعا انا بعتذر اذا خربطت بالاسماء بس انتم بتعرفوا يعني الناس مشهوره ما شاء الله فانتم اكيد عرفتوهم. فكل هدول رح يكونوا واحد من هذا الفريق وواحد من هذا الفريق، يعني واحد رح يمثل فورتنايت واحد رح يمثل مارفل. انت كل عليك انك انت تنضم للفريق اللي انت عاجبك، شوف مين اليوتيوبر اللي انت عاجبينك بالنسبه لاني فريق وانضم للفريق اللي انت بتحبه. طبعا يعد فورتنايت ومارفل تيم تنشيطا فريدا للمجتمع ياتيكم جميعا حصريا، يعني هذا الشيء رح يكون حصري فقط وشيء جديد بالنسبه للعبه فورتنايت. سيعقد الحدث اليوم الاربعاء الموافق 28 اكتوبر، سيستمر حتى يوم 1 نوفمبر، يعني من يوم 28 ليوم 1 نوفمبر، يعني بس تقريبا شي 3 ايام رح يكون معنا هذا الحدث. فانت بدك تلحق حالك هلا وتسجل وتاخذ الفي بوكس المجاني. طبعا انت رح تلعب ورح تاخذ مهمات من داخل الموقع ايبك جيمز، ورح تشوف شو هن المهمات وتعملها وتساعد فريقك على اكمال المهمات لحتى فريقك ياخذ نقاط، يعني يا اما رح تساعد انت الفريق مارفل يا اما رح تساعد فريق فورتنايت اللي انت حسب اليوتيوبر اللي عاجبينك. طبعا انا ظهرت لكم مين يوتيوبر اللي هون ومين يوتيوبر اللي هون، فانت اختار مع مين بدك تروح. طبعا هلا خلينا نفوت بالموضوع المهم اللي هو تسلق لوحه الصداره واحصل على نقود في بوكس. طبعا الفي بوكس بدي اياكم تركزوا على هاي النقطه، المركز الاول لمركز 100 رح ياخذ 1000 في بوكس. كيف رح تجيب المركز الاول لمركز 100؟ والمركز 101 لمركز 1000 رح ياخذ 350 في بوكس، والمركز 1001 ل 5000 رح ياخذ 200 في بوكس، يعني الموضوع كثير ايزي يا شباب. طيب هلا انا يا نيمو كيف بدي اعرف انا اني مركز ومين مركز وهالقصص هي؟ طبعا موضوع المركز يا شباب انك انت رح تساعد الفريق انك انت تعمل مهمات، كل ما عملت انت مهمات وكل ما كنت افضل بسرعه المهمات وساعدت فريقك بالمهمات رح تحصل هذا التوب، يعني انت لو كنت اول ما عم تنزل مهمه تروح تساويها ما عم تلعب، يعني تشوف المهمه تفوت تساويها وتطلع، تشوف المهمه اللي بعدها تفوت تساويها وتطلع، هيك انت جبت المركز الاول من مركز 100. فبدي اياك تكون نشيط وسريع بالنسبه للتحديات لو انت حابب تحصل 1000 في بوكس، يعني بطل باص شو بدك احلى من هيك يعني. طيب هون احنا هلا خلصنا صفحه الاخبار الظاهره امامكم، ويرجى ملاحظه الاتي: قد تستغرق نقود الفي بوكس وجائزه البخاخ حتى 4 اسابيع لتصل الى الفائزين، يعني ممكن هلا انت تخلص التحدي من 1 نوفمبر تجيك 1/12 يعني قبل نهايه السنه بشهر، فعرفوا انه الموضوع ممكن ياخذ معك شهر، فلا تقعد تسال بالتعليقات او تسال اي حدا كان من العالم تقول له انت رح يجيني لانه ما حدا بيعرف. وشركة ايبك جيمز بنفسها قالت انه حيستغرق هذا الموضوع اسبوع. طيب هلا خلينا ننتقل للصفحة الثانية اللي هي كيف تسجل بالبطولة. طبعا انا حاطط لك روابط بالوصف، رابط الاخبار ورابط كيف تشارك بالبطولة. طبعا بتفتح امامك هاي الصفحة، فريق ايرون مان وفريق قائد الميكانيكا. طبعا هدول الفرق اللي تحت ظاهرين امامكم، فريق ايرون مان وفريق قائد ميكانيكا. طبعا فريق ايرون مان اللي هو تبع مارفل وميكانيكا اللي هو تبع فورتنايت. هدول هن اليوتيوبر يا شباب، خلينا نكبر لكم اياها، هدول هن اليوتيوبر. انت مع اني فريق حابب تفوت، انا عن نفسي ما بعرف رح فوت وين ما كان، يعني صراحة بتعرفوا انتو. فلا موضوع التسجيل يا شباب، بتعمل هيك تسجيل الدخول، تكبس تسجيل الدخول، بعد منها بتعمل كمان تسجيل الدخول، تفتح لك هاي الصفحة بتقلك انك انت حط ايميلك سواء ايبك فيسبوك بلاي ستيشن اكس بوكس،
طبعا انا رابط حسابي مو ضروري على وين، المهم احط حسابي وارجع لكم. طبعا انا بعد عملت تسجيل الدخول بايميلي اللي هو نيمو يوتيوب اللي كل الناس بتعرفه على البث المباشر، انا سجلت دخولي على هذا الايميل، بعد منه مباشره حولني هيك مثل ما شايفين. كيف تسير الامور؟ انضم الى الفريق في القتال كل يوم، العب فورتنايت واحصد نقاط واربح مكافآت يوميه. طبعا فحيجيك بخاخ انت مشان يكون عندك الفكره مجرد ما انك انت تشارك. طبعا هلا انت رح تكبس موافق، انا عم برجيك اياهم خطوه بخطوه يا شباب، ما عم بعمل لكم شيء غريب، خطوه بخطوه الموضوع. اول شيء رح يبتدي من يوم 28 اكتوبر من 11 صباحا الى 11 مساء، طبعا هذا كله بتوقيت السعوديه. تعمل هيك بتنزل بتشوف بدك تختار مين، بدك تختار فريق ايرون مان ولا فريق ميكانيكا تبع فورتنايت. انا والله عن نفسي الصراحه يعني انا بشاهد اوسميز الصراحه، يعني انا اوسميز بحب محتواه وحلو وجوده، وفرفل كمان كنت تابعه الصراحه يعني، فممكن انضم لفريق فورتنايت. فبتعمل هيك بعمل اختيار، هذا الفريق لديه كثير من الاعضاء، حاول اختيار فريق اخر. فطبعا انا رح اختار فريق اخر، رح اختار فريق ايرون مان. فريق ايرون مان لا تهدر قرارك، لا يمكنك تغيير الفريق. طبعا انت ما حتقدر تغير الفريق، بعد منها رح تعمل انضم الى الفريق. انضميت بقى لابو عابد والشباب، حان وقت اكمال المهمات والحصول على النقاط لاجل الفريق والفوز بالمعركه. بتعمل اللي ننطلق، خلص هيك الموضوع، انت انضميت يا اخي، هلا هيك انت انضميت. المعركة الأولى تبع اليوم، المعركة الأولى تبع اليوم. كل ما بدك الرابط لتفوت على هاي الصفحة، فوت لعندي على الفيديو بتلاقيه بالوصف، بتلاقيه بتعليق مثبت. هيك هلا نحن انضمينا للفريق اللي نحن فريق مين؟ نحن انضمينا فريق ايرون مان. النقاط شوفوا قديش فريق ايرون مان، 4000 أو 400000 أو 4 مليون عفوا. شوف النقاط تبع فريق ايرون مان 4 مليون، وهون مدري شو، أما هون فريق ميكانيكا 5 مليون. والله ما شاء الله الفريق تبع اوسميز وتبع هاي الشباب والله أفضل بكتير، يعني جايبين نقاط كتير. فطبعا أنتوا رح تنضموا على فريق ايرون مان لو هلا أنتوا شفتوا المقطع. طبعا هون هلا احنا شفنا الموضوع شو هو وانضمينا للفريق اللي احنا بدنا اياه. طبعا هلا بدك تنزل تشوف وين التحديات، لوحة اللاعبين المتصدرين، المهام اليومية، هون المهام اليومية. قم بإقصاء 2 خصم في أي طور فردي زوجي فرق، يعني سولو دو أو سكواد، كل عليك أنك أنت تقتل 20 شخص وهيك خلص الموضوع. وأنت لازم بس تجيب نقاط، أنت لازم بس تجيب نقاط. بس هذا هو الموضوع يا شباب، هيك أنا خلصت لكم الموضوع وشرحت لكم إياه. ستنتهي المعركة خلال 6 ساعات اللي ظاهر أمامكم تحت. الموضوع معناه تبع 6 ساعات انه انت هلا رح يخلص معركة اليوم، صفي عن معركة 2 و3 و4 و5، هدول كلياتهم رح ينزلوا مع الوقت. طبعا احنا بالمعركة الأولى لحد هلا، كل عليك انك انت تنزل تقتل 20 شخص، فأنا عن نفسي مشان احنا نربح ونجيب النقاط، فوتوا على فريق ايرون مان تبع فورتنايت وشاركوا فيه وجيبوا النقاط. التصفيات، دقائق اللعب اللي تلعبتها، الانتصار الملكي، كل هذا رح تاخذ عليه نقاط، هدول النقاط اللي انت رح تاخذهم مشان تحصل الفي بوكس بشكل اعلى. الدقائق تبع اللعب لازم تكون لعبان كتير لحتى انت تقدر تجيب النقاط. انتصار الملكي الفيكتوريا لازم تجيبه مشان تجيب نقاط، هذا انت كلياته رح يعطيك التوب او رح يأهلك للتوب الاعلى مشان يعطيك في بوكس اكثر. هذا اول موضوع يا شباب، سهل كتير وبسيط، ما بده اي شغل. حتى انت بدك تعرف شو نقاطك شو التحديات، كل عليك انك انت بس تفوت على هذا الموقع وتكون مسجل على ايميلك، والموضوع بسيط تلعب وهيك. انا طبعا شرحت الموضوع كتير وزيادة عن اللزوم بس مشان الناس تعرف وما تسألني. طبعا هون في شيء فوق اسمه الانتصار الملكي والتصفيات ودقائق التي تم لعبها. طبعا هون الانتصار الملكي رح يعطيك 100 بوينت، والتصفيات رح يعطيك 20 بوينت، والهي النقطة واحدة رح تعطيك كل دقيقة تلعب رح تعطيك نقطة واحدة. طبعا هدول انت كل ما لعبتهم اكثر وكل ما جبت اكثر رح تاخذ في بوكس اكثر. يعني مثل ما قلت لكم هذا الجدول، هذا الجدول لازم تعبيه مظبوط، لازم تجيب كلات، لازم تجيب انتصارات ملكية اللي هو الفيكتوري رويال، لازم تلعب كثير لحتى تاخذ نقاط وتحصل في بوكس. هذا هو الموضوع يا شباب، كتير بسيط وكتير سهل. شكرا لكم يا شباب لو كملت المقطع الاخر، ولو محتاج اي شيء اكتب لي تحت بالتعليقات وانا ان شاء الله بحاول اساعدك على قد ما اقدر. ولكن انا فعليا شرحت المقطع الزيادة عن اللزوم، ما تركت معلومه ما حكيت لكم اياها. كود دعم بالاتم شوب نيمو 9، وبنلاقيكم بساحه المعركه على اولد فورتنايت.